اهلا بيكم معانا في المراجعه السريعه لموضوع الابلاستيك انيميا، وهي عباره عن سبريشن اوف ذا بون مارو، وبالتالي مش عارف يطلع اي نوع من الخلايا، لا ريد سيلز ولا وايت سيلز ولا بليتلس، كلهم ايه بيقلوا، بيظهر الاعراض نتيجه لذلك. الاسباب الرئيسيه المشهوره للابلاستيك انيميا اوتو اميون سبريشن للهيماتوبييسس جوه البون مارو من خلال تي سيل ميدييتد ميكانيزمز، يعني اميون سيستم داخل في الموضوع، ودي غالبا النوع ده بيجي في الرجاله في سن ايه 30 سنه، هو ايه اكتر ايه ايش مشهوره ليها. ممكن اسباب اخرى زي الراديشن، كيموثيرابي، بسايتوتوكسيك دراجز، توكسين زي البنزين والانسكتيسايد، كل دي تحبط ايه البون مارو، ممكن تعمل ابليزيا في البون مارو، زائد المشهور بقى الدراجز، واحد ياخد دواء ويحصل بعدها ايه بون مارو سبريشن زي كلورامفينيكول زمان، السالفا، اندوميثاثين، جول، تولبيتامايد، ها بروبايل ثايوراسيل بتاع الايه الثايروتوكسيكوزس ده مشهور قوي، ها العيان ايه يتكلم عنده سور ثروت يقول لك وقف البروبايل ثايوراسيل على طول لان احتمال يكون في بون مارو ايه سبريشن، ونتابع الحالة طبعا. فقلنا الأسباب متعددة وأشهرها أوتو أميون، النقص في الثلاثة بلاد إيلم، الأر بي سيس تنقص تعمل أنيميا بأعراضها كلها، الوايت بي سيس تنقص ها يحصل له انفكشنز العيان، البليتلس تنقص يحصل بليدنج تندنسي. مع الانفكشنز مشهور أكتر من أكتر حاجات المتعرضة إن نلاقي الإيه يجي له persistent sore throat، تقعد مدة طويلة ما بتخفش، لازم نفكر في underlying aplastic anemia. لو عيال جه العيادة لينا وعنده chronic sore throat كده اهوت، بالذات لو في ulcers، necrotic ulcers with no pus، لأن الباس ده dead neutrophils، هنا أصلا ما فيش neutrophils، فبالتالي النكروتيك ulcers كده ما عليهاش pus ومدة طويلة تخلينا نفكر ان يكون عنده بون مارو ابليزيا، وشوف بياخد ادوية ايه وايه الموضوع، ممكن نلحقه قبل ما ايه ما يدخل في مور كومبليكيشنز. السبيشال انفستيجيشن قلنا الثلاث خلايا كلها متأثرة انواع، ففي بانسايتوبينيا، لا المجرد العدد بيقل البون مارو مش بيصنع كفاية، فالعدد لكن حجمها زي ما هو، يعني ما لهاش دخل بالحجم، بس العدد ايه مش عامل كفاية، من كورباسكال فوليوم بيبقى نورمال. الريتيكولوسيتيك كاونت اللي بيبين بون مارو اكتيفيتي بيبقى لو بالعقل ده، وامتي بون مارو زي الرسمه اللي فوق دي، ده النورمال اهو، تحت اهو الثانيه اهي اللي فوق دي امتي بون مارو بتاع الابليزيا. ساعات تلاقي السيرم ايرن عالي عشان ايه ديفيشنت يوتيلايزيشن باي ذا بون مارو، فيبدا يعلى الايه السيرم ايه ايرن. الثيرابيوتيك اوبشنز اللي عندنا، يا اما بون مارو ترانسبلانتيشن، وده بالذات في الناس اليونج اللي هم يقدروا يستحملوها، او ليس ذان 50 ييرز، يعني اقصد هو اتش ال اي ماتش سيبلينجز، دول ايه ممتاز ليهم نعمل لهم بون مارو ترانسبلانتيشن. لكن اذروايز ممكن نفكر في استخدام الانتي ثايموثايد جلوبولين، ده علاج حديث، مع سايكلوسبورين وكورتيكوستيرويدز. بندي الاستيرويدز ليه؟ تو افويد السيرم سيكنس اللي ممكن يحصل لاستخدام الانتي ثايموثايد جلوبولين اللي بيشتغل سبيسيفيكالي على التي ليمفوسايتس اللي عامله المشكله في الاميون فورم من الابلاستيك انيميا. قلنا لو ده فشل ممكن نفكر في استخدام حاجه يعني اقوى شويه كسايتوك زي السايكلوفوسفامايد في الريفراكتوري كيسز. سمول دوز اندروجينز بعض الكلينيشنز بيحبوها تو ستيميوليت البون مارو اكتيفيتي في بعض الحالات، واهم من كو او لا يقل يعني اهميه ستوب اي اوفندنج دراج ايميديتلي اف يو سسبكتد الكونديشن دي، لان ايه ممكن تلحق يعني اتس فيري سيريس ايشو، فلو في دواء عاملها لازم نوقفه. من الامبورتنت نوتس قلنا نيفر جيف ليف فاكسينز تو بيشنتس ويز بون مارو فيلير، يعني دي قاتله انك تدي له ليف فاكسين، دي عمليه قاتله فناخد بالنا منها. واتفقنا على الديفرنشال دياجنوز اوف بانسايتوبينيا في الهيماتولوجي، ممكن بي 12 فوليت ديفيشنسي اللي هي بتاثر على الدي ان اي وبالتالي تاثر على الثلاث انواع خلايا، ها البون مارو انفلتريشن بماليجنسي او انفلتريتنج ايت، او بون مارو فيلير نتيجه الابلاستيك انيميا واسبابها الراديشن دراجز او اوتو اميون، سيستميك لوبس اوتو اميون ديستراكشن لخلايا البون مارو، باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا دي بيحصل هيموليسيس فيها زي ما هنشوف، وتكسير لبقيه الخلايا كمان الوايت بيسيز والبليتس تبقى انفولفد في التكسير فكلها تقل، وهايبر اسبلينيز ما بيفرقش بياكل كله بقى ار بي سيز وايت بيسيز بليتس يكسرها يحصل ايه بان سايتوبينيا، فدي الديفرنشال ايه بتاع البان سايتوبينيا ايه زي ما اتفقنا. والى اللقاء مع فاست ميد ريفيو في موضوع جديد ان شاء الله. شكرا.